عن آخر المعلومات، آخر الإحصائيات التي صدرت عن وزارة التخطيط قبل يمكن أسبوعين أو 3 أسابيع. نعم. تقول أنه سنويا تدخل إلى سوق العمل، سنويا تدخل إلى سوق العمل 250 ألف من أصحاب الشهادات و500 ألف مما يسمونهم بأصحاب المهن وعديمي الخبرة. هذا المصطلح خلينا نسميه الاقتصادي أو مصطلح السوق. إيش قد يصير 750 ألف يد عاملة كل سنة تدخل السوق، لكن السوق إيش قد يقدر يستوعب بشكل طبيعي؟ يستوعب من 100 إلى 150 ألف من أصحاب الشهادات، عفوا 100 إلى 150 ألف من مجموعة 750 ألف. نعم. معناته إحنا كل سنة يضاف في المجتمع من العاطلين بعدد 150 ألف من أصحاب الشهادات و 250 ألف من أصحاب المهن. يعني كل سنة عندنا إضافة 400 ألف عاطل كل سنة. طيب هذه الدولة إذا تريد كل سنة تضيف، ما نقول 400 ألف، كل سنة 200 ألف، بالإضافة طبعا إلى اللي قلنا 150 ألف اللي هو السوق الطبيعي. نعم. طيب يعني خلال 10 سنين احنا راح يصير الآن في هذه اللحظة عندنا حوالي 4 ملايين موظف. معناته بعد 10 سنين راح يصير عندنا 10 ملايين موظف. طيب وإحنا نعرف مثلا الصين بعظمتها هناك فقط 10 مليون، 10 مليون موظف حكومي، واللي هي نسمتها طبعا 1.5 مليار. نعم. احنا بالعراق كل نسمتنا 40 45، روح 50 مليون، راح يصير عندنا 10 مليون نسمة بقد عدد موظفي الصين. لا تنسى استاذ نزار، احنا عندنا موظفين وعندنا متقاعدين ايضا. انا ما حسبتهم ذولا. نعم. اذا نحسبهم، اذا موجودة عندي، اذا نحسبهم الآن عددهم 9.5 مليون الآن بهاي اللحظة. الآن عددهم 9.5. نعم 9.5 مليون. زين أنا ذولاك ما حسبتهم، إذا ذولاك نحسبهم يصيرون يعني مصيبة، حقيقة مصيبة. مو هذا كله محسوب. شنو هذا محسوب؟ أنه الدولة دا تدفع راتب لموظف أو دا تدفع راتب لمواطن. لذلك يسمونها بالدولة الريعية، يعني مثل ما وصفها وزير المالية السابق دكتور علي علاوي، قال احنا ما عندنا بالعراق شيء اسمه اقتصاد، احنا عندنا شيء اسمه مالية. سأل المذيع قال له يعني شنو الفرق بين الاقتصاد والمالية؟ قال له الاقتصاد يعني مشاريع وزراعة وصناعة وتجارة ومصانع وكذا وكذا وكذا، هذا كله يسموه اقتصاد، لكن احنا عندنا مالية، احنا عندنا مثل صندوق، يعني صندوق امين صندوق، تجي اموال من البترول يوزعها على الموظفين لا اكثر ولا اقل.